السؤال يعني الابرز لكل الضيوف من ترجح انه هو يفوز بالمباراه؟ سؤال صعب من الصعب ان اقول ولكن هذا النوع من المباريات يمكن ان يحدث اي شيء آه كلا الفريقين لديهما لديهما هجوم قوي جدا وخط دفاع قوي جدا فبالتالي لديهم لاعبين دوليين فبالتالي اي شيء يمكن يمكن ان يحدث لا يمكن توقع النتيجه <applause>